اهلا بكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا رفيس القسنطيني، راح نوري لكم الطريقه نتاعو. طبعا سهلها لكم، يعني شحال من مره قلت نزلو ولكن ما سمحتش الفرصه فقط. فاليوم ان شاء الله جا وقته راح نديروه معاكم. فواش نحتاجو في المقادير نتاعنا؟ نحتاجو 3 كيلات نتاع سميد. بالنسبه للسميد ديال البنات انا استعملت هذا الحرش، ماشي حرش خلاص ولكن زايد على المويه. ندير 3 كيلات، ندير له الملح، نخلطها. وهنا يا البنات عندي كيله ناقصه، كيله هذه الكيله اللي استعملتها ناقصه، اندوا مزيج ما بين الزيت والسمن دايب، نضيفها ونبسس السميد نتاعنا. ندخل جيدا هذاك السمن في الحبيبات نتاع السميد، او بالاحرى سمن وزيت. كاين اللي يديروا زبده وحدها ولا سمن وحده، كل واحد وطريقته. الان راح نلمو بالماء، يكون ما بارد. راح نضيف بالتدريج ونشوف. هنا نلمو برك بلا ما نعجنو حتى يتلم معانا السميد. اذا لاحظوا كتشوفوه بلي تلم بهذا الشكل، ما نزيدوهش الماء. الان راح نجيب صينيه الفرن، نحط الخليط فيها، نسويه بيدي هكا حتى يولي في مستوى واحد. اذا البنات بعد ما سويت السطح نتاعو راح نقسمه الى مربعات بهذا الشكل. والفرن يا البنات راني حطيته يسخن على درجه عاليه شويه، خلوه يسخن مليح، يعني نحطوه يسخن قبل ما نبداو الخدمه. ندخلوا الفرن يا البنات، من بعد نشوفوه. لما نشوفوه تحمر من تحت وتحمر على الاطراف نزيدو نشعلوه ياخذ لون ذهبي من الفوق. طبعا كاين اللي يحبوا لون ذهبي فاتح، وكاين اللي يحبوا يعني اللون يكون شويه فونسي. انا راح يعني نحمره مليح، نحبه حمر مليح، ونرجع لكم باش نشوفوا كيفاش طيبناه. اذا يا البنات كما راكم تلاحظوا راهو تحمر يعني باللون اللي حيبته انا. الان خلوه يبرد تماما. هنا برك تشوفوه من التحت، ثاني راح تلقاوه باللي تحمر. اذا لاحظوا كيفاش تحمر من التحت. الان هو راهو سخون، يعني ما قدرش نرحيه وهو هكا سخون، راح نخليه يبرد كليا. اذا البنات من بعد ما برد راح نحطه في الخلاط في لاشوار هذه ونرحيه. طبعا بكري كانوا يفتشوه بيديهم، بصح درك يعني دوك عاد كل شيء ساهل. نغلق عليه هكا ونرحيه. اذا لاحظوا الان واش ندير، نعقبوا في السيار هذا نتاع الزرع باش يجيونا الحبات الكل قد بعضاهم.
اذا يبقاو هاد الحبات الخشان هادو نعاودو نرحيوهم في الروبو مع الكميه الباقيه انت الرفيس ونرجع لكم. اذا يا البنات ها هي الكميه كامله اللي تحصلنا عليها انت الرفيس. بون البنات في هاد المرحله هو يعني اللي تقدروا تخبيوه يعني قبل ما تفوروه ديروه في دي ساشي وحطوه يعني في الثلاجه ولا في الكونسيلاتور ما يروح ما يجي يعني يبقى كيما راه، تقدروا تخليوه اطول مده ممكنه طبعا لانه ما فيهش حاجه اللي تلفت. اما باش نفوروه دوك نوريكم الطريقه. اذا البنات بالنسبه للتفويره الاولى راح نفوروه بالحليب، نرشوا الحليب هكا بالعقل و نفتلوه بيدينا كيما نديرو للكسكسي حتى نحسوه باللي شرب هذاك الحليب. نزيد نرشوا بالحليب، صح نرشوا غير بشويه البنات باش ما يعجن الناس. اذا بالكميه هذه اللي درت حوالي ثلث كاس نتاع حليب لانه يعني الكميه ماهيش كبيره بزاف نتاع الرفيس، نخلي حتى ينشف ونرجع لكم. من بعد ما تحسوا باللي الرفيس شرب هذاك الحليب ونشف بهذا الشكل راح نجيب الكسكاس ونحطوه فيه. بسم الله نحطو يتفور للمره الاولى ونرجع لكم. راح نفوروه هكاك حوالي من 12 دقيقه حتى لربع ساعه. اذا بعد ما تفور المره الاولى نفكوه هكا بالمغرف الان يا البنات في التفويره الثانيه ندير زوج مغارف نتاع سكر حرش. ونخلط بهذه الطريقة طبعا على حساب الكمية سكر الحرش، كون تكون كمية كبيرة زيدو ونرش للتفويرة الثانية مع الزهر. البنات مما الزهر نضيفو هكا بالتدريجة باش يعني ما يتعجنش الرفيس نتاعكم. نخليه يزيد يشرب هذاك ماء الزهر ومن بعد نفوروه للمرة الثانية. بعد ما نشف كي حطيت له ماء الزهر عاود حطيته في الكسكاس وراح نحطه يفور للمرة الثانية دائما حوالي من 12 حتى 15 دقيقة. اذا تفور للمرة الثانية نفكو هكا برك بالملعقة شوية شوية. هنا عندي كمية من الجوز مرحي خشين نخلطو معاه وهنا كنت ذوبت زوج مغارف كبار نتاع زبدة مع مغرف نتاع عسل، حبيت نكتر بزاف العسل ونطمنو أو نخلط الرفيس معاه بهذا الشكل. هنا أنا ما كترتش العسل لأنه هو أصلا كي يقدم يعني نقدمه مع العسل، فكاين ما يحبوش حلو بزاف كاين اللي يحبو حلو، في هذه الحالة راح يعني راح يزيد العسل وياكلو. وهذه هي النتيجة أخواتي بعد ما كنت حطيته في صحن التقديم، درت له شوية نتاع سكر غلاس وزينته بهذوك يعني القلوب نتاع الحلوى، حبات نتاع الجوز وهذيك وردة من عجينة السكر راهي تتباع واشطة. كما شفتوا طريقته يعني سهله وانا حبيت نسهلها لكم يعني لاقصى درجه. بالنسبه للون كاين قلت لكم يحبوه فاتح وكاين يحبوه كيما هذا يعني كيما انا نحبه هكا. كاين زوج طرق كذلك نتاع الرفيس معناها هذا تاع الكوشه وكاين كذلك تاع الطاجين. هو في الحقيقه وبصراحه تاع الطاجين هو يجي ابن ديما حاجه يعني للطيب في طاجين الطين يعني كيما البراس تجي بنينه من حاجه اللي كيما هكا طيب في صينيه في الفرن.
اذا بالنسبه للتقديم قلت لكم نقدمه كذلك مع العسل، يعني نحطوه مع العسل باش اللي يحبوا زايد حلاوه يزيد العسل، وكذلك اوتوماتيك مع اللبن نديروه في المناسبات غالبا، ومام يعني نديروه في سالية هكا العبد كي يسخف عليه. اذا هذه هي الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي اراءكم. كذلك ندعوكم يعني تتابعوني على الانستغرام تاعي ساره كويزينسكي، وهذا هو الفيديو تاع اليوم، وريت لكم كذلك لما قدمته يعني للناس اللي جاوني. اذا نلتقي في فيديو لاحق، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.